إدارة التقاعد عدة أكثر من 395 ألف تقريبا متقاعد، يعني ما يقارب ال 400 ألف متقاعد. أكيد في كل شهر أكو متغيرات للأسر كذلك للأصلاء. آخر شهر اللي صار طبعا تغيير البطاقات أعتقد الجيل الثاني إلى الماستر كارد، وحتى الجيل الأول النخيل يعني كان أحد أسباب معوقات دائرة التقاعد، سبب الزخم بدائرة التقاعد اللي الحمد لله والشكر قدرنا أن نحلها بالاتفاق مع شركة النخيل اللي هي لجنة خاصة كانت جاية من بغداد حول هاي المسألة وحلول هاي المسألة حسب متطلبات ما موجود بالحاسبة من صحة صدور أو إثبات حضور أو ما أشابه ذلك. سيد حمد، وضعت جدول لمراجعة المراجعين إذا كان عسكريين أو مدنيين؟ نعم، سابقا كان عندنا هذا الشيء، يوم عسكري يوم مدني، لكن هسه لا نستقبل المراجعين، لأن عندك أنت أكو أمور خارج المحافظة أو خارج المدينة اللي يجون من الأقضية والنواحي والقرى ما عندهم هاي التعليمات اللي عندنا أو ما وصلتهم التعليمات، فنستقبل احنا العسكري والمدني والكل بنفس اليوم او بنفس النهار. لكن هي ظلت مساله اكمال المعامله فيما اذا كانت مستوفيه للشروط قد تكمل في نفس النهار، اما اذا لم تكن مستوفيه للشروط اكو مثلا معاملات نطلب صوره قيد نفوس او كتاب رعايه او ما شابه ذلك او كتب اخرى من جهات معينه لاكمال المعاملات. وهي المعوقه يعني اللي هي اللي دا تطول في اجراء انجاز المعاملات التقاعديه بالنسبه للورثه. تقاعد مع الخوي انا يعني وكيله. انت وكيل؟ اي نعم. ايمتى مشيت به المعامله؟ من الصبح والحمد لله عاد تمشي. معامله الموظفين؟ لا كل زينين الحمد لله ما مخسرين. ايمتى راح تكمل المعامله؟ عاد شغله حاسبه ويدقون وسؤال وجواب وعلى ما يجي ان شاء الله ما في اشكال. ما شهيد والله. منو عندك شهيد؟ اخوي. عندك وكاله عنه ولا شنو؟ لا والدتي وياه، هو باسم والدتي راح. هذا الحكي معه؟ اي والدتي. ايمتى بلشتوا بيها المعامله؟ والله بلشنا من زمان بس من وصلت هنا اجراءاتهم سريعه يعني بالتقاعد. سريعه؟ اي الا تاخرت والله الحين. هسه عش باقي ان شاء الله. ما ابغى شيء ان شاء الله، رجع نكمل. نكمل؟ اي لا كامل ان شاء الله، اجراءاتهم زينه والله، الموظفين متساهلين ويا العالم متعاونين. ماكو معوقات؟ لا ماكو اي معوقات. انا معاملي مال التقاعد مال بنتي والله. مال بنتك؟ اي والله. طلعت تقاعد؟ لا والله ابوها. مال والدها شيء؟ اي مال الوالد. لا والله مو شهيد، متقاعد بس مريض احتيابي. كملت المعاملة؟ لا والله ما كملت، عذبوني حيل. من عذبك؟ هين اروح وجهي كل يوم طلعوا لي شيء. هسه ايش بدك؟ ما ظل شيء هسه عنه ازيد، خل يحجون علي والله تعبونا، جيبي ما ادري شنو جيبي يا بوش بيكم عيني، ما الله بينا، لا عندنا راتب لا عندنا